كما قلت سابقا وهي علاقة عمان مع الوهابية. أنا أريد أن أركز على هذه النقطة لأن هذه النقطة ستستمر معنا حتى نهاية الدولة البوسعيدية. فسأبدأ ببدايات المد الوهابي ووصوله إلى عمان، وسأكمل الحديث بعد ذلك عندما ننهي هذه الدروس عندما نصل إلى فترة سعيد بن تيمور. طبعا الوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد. محمد بن عبد الوهاب ظهر في فترة ما بين 1703 إلى 1792، كانت وفاته في هذا التاريخ. محمد بن عبد الوهاب عقد حلفا مع محمد بن سعود، أو ما يسمى اليوم يسمونه آل سعود نسبة إلى سعود، هذا اللي هو أبو محمد، محمد بن سعود. فعقد حلفا مع محمد بن سعود. محمد بن سعود حكم الفترة 1687 إلى 1765، وكان محمد بن سعود أميرا لمدينة الدرعية في عام 1744. عقد هذا الحلف. مدينة الدرعية اليوم هي جزء من الرياض، جزء من الرياض تقريبا في الشمال أو في الجنوب الغربي من الرياض اليوم. فكر محمد بن عبد الوهاب حسب ما يروا بأنه جاء لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها شبه الجزيرة العربية، وقع فيها المسلمون في شبه الجزيرة العربية مدعيا بأن هناك بدع يجب القضاء عليها. وحقيقة الأمر عندما نأتي إلى الوضع في شبه الجزيرة العربية نجد أنه فعلا أن المسلمون في تلك الفترة فعلا ابتعدوا عن الدين الإسلامي ابتعادا كبيرا، وانتشرت بينهم البدع. هذا أمر مسلم به، إذ أن كل الأمم التي تبتعد عن الثقافة وعن الدين تنتشر فيها البدع. فقام هذا المد لقضاء على هذه البدع، فنجح محمد بن عبد الوهاب على إقناع محمد بن سعود على أن يكون معه في هذا الأمر. وبدأ التوسع، بدأ محمد بن سعود يتوسع في القرى التي هي بجانب الدرعية إلى أن توفي في عام 1765. بعد ذلك خلفه ابنه عبد العزيز بن محمد بن سعود. عبد العزيز توسع في نطاق أكبر وبدأ يسيطر على مناطق أكثر، حتى سيطر على نجد بأكملها. وعندما سيطر على نجد بقيت المناطق المحاذية لنجد هي مدينة الأحساء شمالا، طبعا نحن نتحدث الآن عن جنوبا وإنما شمالا. والأحساء هي مرتبطة بالأجزاء العمانية ومرتبطة بالبحرين وبالكويت اليوم. فبدأ توسعه شمالا، بدأ يفكر في السيطرة على الأحساء والسيطرة على العتوب والسيطرة على القواسم والوصول إلى عمان. وهنا سؤال، أين القوى الأخرى التي سمحت لهذه القوى البسيطة أن تخرج من نجد وتبدأ في التوسع؟ طبعا القوة المهيمنة على العالم الإسلامي آنذاك هي الدولة العثمانية، إلا أن الدولة العثمانية في تلك الفترة كانت ضعيفة بسبب الثورات الداخلية والهجمات الخارجية. نحن نجد أن العمانيين هم الذين ساندوا الدولة العثمانية ضد الدولة الفارسية أو الصفوية. فنجد أن هناك حروب كانت تدور ما بين العثمانيين وبين أعدائها، سواء كان على الشمال أو في الشمال الغربي في أوروبا أو في بعض أجزاء العالم الإسلامي. فانشغلت الدولة العثمانية عن هذا المد الذي ظهر في شبه الجزيرة العربية. طبعا الأفكار التي ظهرت في تلك الفترة والتي نادى بها الوهابية كما قلت سلفا هو إلغاء البدع التي ظهرت كما يقولون، وكذلك يرون بأنه يجب أن نخلص النيات في الأعمال وإزالة كل الأفعال والأقوال التي ظلت في أذهان الناس متعلقة بأنها من الدين وهي ليست من الدين. وطبعا الوهابية حسب ما يرون بأنهم يتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما حقيقة الأمر والذي اتضح من قبل الكثير من المسلمين الذين عايشوا هذا المد الوهابي وما زال اليوم
يقولون بهذه بأن هناك مغالطات كبيرة جدا خرج بها الوهابية، ولعل من أهمها التشديد في الأحكام الشرعية التي هي في الحقيقة أمر فيه يسر. والأدهى والأمر من ذلك هو استحالتهم أو استحلالهم لدماء المسلمين، فكل من خالف الوهابية هو كافر، ليس كافر كفر نعمة كما نحن معنا، وإنما كافر كفر شرك، أي أنه خارج من الملة. ولعل هذه من أسوأ الأفكار التي نادى بها الوهابية. كذلك أيضا كل الغارات التي يغيرونها على المسلمين كان يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله، وترتب على ذلك أن كل ما يحصلون عليه من غنائم هي حق وحلال لهم، بل والأمر من ذلك والأدهى من ذلك أنهم كانوا يخمسون المسلمين فيأخذون الخمس للإمام، الإمام عبد العزيز محمد بن سعود. ولعل هذه الأفكار تبين أو اتضحت للكثير من هم حول محمد بن عبد الوهاب، وأول من تنبأ إلى أن هذه الأفكار خطيرة أخيه سليمان بن عبد الوهاب الذي ألف كتابا سماه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. ومن أراد أن يتتبع ما أقول ويقرأ تفاصيل ما سأقوله فعليه أن يرجع إلى كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر، فقد ذكر فيه تفاصيل تلك الغارات التي أغاروها على المسلمين وكيف كانوا يتعاملون مع الغنائم التي يحصلون عليها. أسلوبهم في السيطرة، طبعا يعتمد الوهابية على الجانب البري، لم تكن لهم قوة بحرية، وهو الأمر الذي جعلهم يبحثون عن قوة بحرية يعتمدون عليها. أما سياستهم في إدارة المدن التي يحتلونها فإنهم عندما يسيطرون على أي مدينة يبنون فيها حصنا ويحيطون هذا الحصن بخندق ويجعلون عليه حامية كبيرة ويجعلون على هذه الحامية عشرة يطلقون عليهم الأمناء ويجعلون عليها قاضيا وواليا. أما إذا كانت المدينة صغيرة كان يجعلون عليها قاضيا فقط. وعندما يتوجهون إلى البادية يعلمون أن البادية أو أن البدو كل البدو هم طوع لشيخهم، ولذلك يتجهون إلى الشيخ، فإن آمن بما يؤمنون بقي شيخا على قبيلته، وإن رفض فإنهم يزيحونه ويبحثون عن من يواليهم. فإذا ما وجدوا بغيتهم في أخيه عينوه شيخا عليهم أو ابن عمه أو غيره حتى يضمن ولاء تلك القبيلة لهم. طبعا قلت أنا على أن عبد العزيز محمد بن سعود بدأ يتوسع في الأحساء، وعندما هيمن على الأحساء بدأ يتواصل مع العتوب ويتواصل مع القواسم بغية الحصول على القوة البحرية. ثم بعد ذلك بدأ التفكير في الوصول إلى عمان. طبعا هنا إشكالية كبيرة في عمان. عمان في هذه الفترة كانت مقسمة ما بين ثلاث شخصيات ذكرتها سابقا، السيد قيس في صحار، والإمام سعيد بن أحمد بن سعيد في الرستاق، وسلطان بن أحمد يسيطر على مسقط وما حولها. فإذا عمان غير متحدة، فبدأ الوهابية يركزون على عمان وبدأوا يرسلون دعاتهم إلى عمان. طبعا تفنن الوهابية في إرغام حقيقة الناس على قبول مذهبهم، حتى أن الحجيج الذين كانوا يتجهون للحج إلى الديار المقدسة كانوا يرغمون أن يذهبوا إلى الدرعية، يجب عليهم أن يمروا بالدرعية ثم يطلقوا إلى مكة المكرمة، وذلك من أجل أن يستمعوا لأولئك الدعاة الذين يدعون إلى المذهب الوهابي. وحصل في سنة من السنوات أن مجموعة من الحجاج الذين جاءوا من الكويت وكانوا ينتمون إلى المذهب الشيعي لم يمروا بالدرعية، فأرسل إليهم عبد العزيز محمد بن سعود كتيبة
أرغمت هؤلاء الحجاج أن يرجعوا من المكان الذي وصلوه إلى الدرعية حتى يستمعوا إلى ما يدعون إليه أو إلى دعاة الوهابية. فكان كل الحجاج لا يقرؤون أن يصلوا إلى مكة المكرمة دون المرور بمدينة الدرعية.